مسلسل دنيا على شاشة الام تي في الساعة 6، مغامرات دنيا بهالمسلسل الكوميدي مع أمل عرفة وشكران مرتجى عم بتتابعوه. خلينا نشوف مشاهد منه. دنيا من الاثنين للجمعة الساعة 6 على شاشة الام تي في، أما الساعة 7 من الاثنين للجمعة فبتكونوا مع مريم ومع النجمة هيفا وهبي بدورين لشقيقتين توأم، مريم وملك، شقيقتين عندهم أطباع مختلفة كلياً وعندهم شخصية مختلفة كلياً، ونجمة هيفا وهبي عم تلعب الدورين بشكل رائع، ولكن هالاختلاف الكبير بين الشقيقتين رح يؤدي لمشاكل. خلينا نشوف. ايه ده؟ انت من امتى بتدخلي اوضتي وتقفلي الباب وراكي؟ اه سمعتيه بيرن فدخلت الاوضه. دخلتي تعملي ايه بقى؟ تقولي الو؟ بس انت دخلتي قبل ما يرن. جايز ما انت بقيتي غريبة قوي الأيام دي. هيدي برامجنا قبل الاخبار، وبرجع بذكركم انه فيكم تتابعوا على ابل ام تي في او على mtv.com.lb على خدمه الريبلاي اي مسلسل اي برنامج او اي فقره من الفقرات اللي بتمرق على بيئة لايف او اي برنامج من برامج الام تي في كمان. اما بعد الاخبار فبتكونوا مع العشق الاسود ومع تطورات جديده بهالمسلسل التركي اللي عم تتابعوا احداثه وقصه الحب بين إيلان وعمر. خلينا نشوف. على فكرة مو مبين عليك انك بتحبي المزح. مرحبا، كيفكن؟ كنت بمدرسة داخلية وعطول بيجتمعوا البنات حوالي لأحكي لهم نكت ونفرض ضحك. أهلين حبي، كيف صرت؟ منيح منيح، والممرضة تبعي بتاخد العقل. أنا بدي روح على أوضتي. عادي حبيبتي. كانوا عم يراقبوكي؟ ايه بس كنت عارفانه انه عم يراقبوني، مشان هيك حسبت حسابي وقدرت انفض منهم. ليش شو ساويتي؟ اخذت الفكره من المسلسل، مشان هيك بالاول حكيت مع رفيقتي الصبح. واضح انه كل محاولات إيلان لتبعد روشان عن ماتين عم بتبوق بالفشل. بنفس الوقت علاقتها مع عمر اكيد علاقه حلوه، ولكن العلاقه بين العائلتين فيها تناقض كبير. خلينا نشوف. ملك اهلا وسهلا. لو تعرفي شو صار فينا، بحياتي ما تبهدلت هيك. شو الموضوع؟ خالته ايمان منيحه ما؟ ايه الحمد لله كلهم مناح، بس اصالها كثير ضايقتني اليوم. أصالة؟ من شوي كنا عندكم بالبيت وقلنا منقعد ومنشرب فنجان قهوة، بس لسه ما قعدنا. الخانم أختك مسكت لي إيدي وقلعتنا قدام ضيوفة. الله وكيلك، بحياتي ما صار معي هيك موقف. يعني أصالة ما لها بالعادة تعمل هيك؟ صاير شي؟
كله من تحت راسها المقصوفة الرقبة. ضلت تلعي وتقر قدام ضيوفكن وما كانت تسكت. لك امي ما حكيت شي. وعم تكذبيني وليه؟ كل مره بقلها نفس الحكي، ما بيصير تلعي كل الوقت. لا والله خرسي وليه؟ ما حكيت خرسي. لا لازم مشان الله ضلي قاعده، ما بدي تضربيها. وقفي، اهدوا اهدوا شوي. شو بكم؟ العشق الأسود من الاثنين للأربعة على شاشة الام تي في بعد الأخبار. نهار الأحد مبارح تبعنا أكيد حلقة جديدة من سيليبرتي دويتس يلي استضاف النجمة ديانا حداد، الفنان جو أشقر، الفنانة غريس فخري والفنانة ماريتا حلاني، وكمان شدنا على خروج باسم ياخور من هالمنافسة. خلينا نرجع نشوفه لآخر مرة. هالفستان جلان بيتكبر عجيران وفففف. شو اللي بقلك هالفستان وشو بحب له ألوان يا بألوانه صاير مجنون وجهلان بيتكبر عجيرانه. ايه وكل ما بيقلق للشفاف شو بيرجف تابع سيليبرتي دويتس اكيد كل احد على شاشه الام تي في بعد الاخبار. خلص وقتنا لليوم ب ام تي في لايف، بتمنى لكم فتره اعياد حلوه، فتره اعياد مزينه ان كان بالزينه الخارجيه او بالداخليه كمان، وبتامل انه تكونوا بكل المناطق اللبنانيه عم بتفوتوا بجو العيد لانه الجوقات موجوده وين ما كان والزينه وين ما كان والنشاطات وين ما كان، بتامل نكون عم نستفيد منها ونشجعها كمان تنفوت نحن كمان بجو العيد. نحن بستوديو بنشكر ستوريوم صليبا يلي دخلنا كمان من خلال الزينه بجو العيد، وبنعطيكم موعد بكره 8:30 مع مجموعه جديده من المواضيع بـ MTV Alive. باي باي.